أحد العلماء اليابانيين اسمه ماسارو إيموتو، رجل بوذي، يقول أني قرأت في أحد الكتب أن بلورات الثلج التي تسقط من السماء لا تتشابه، فقلت هذا الكلام علميا غير صحيح، لأن الذي يتحكم في شكل البلورة، شكل الهندسي الذي تتجمد عليه أي سائل، وعندنا علم اسمه علم البلورات، يعني علم كامل في علم الجيولوجيا، لأن أستطيع أن أحدد التركيب الكيميائي لأي بلورة من شكلها الهندسي دون أن أحللها. نعم. الشكل الجامد الذي يتجمد عليه أي سائل. جميل. ببطء. نعم. نعم. يسموه البلورة، الشكل المتبلور يعني. الذي يتحكم في شكل البلوري هو التركيب الكيميائي. قال نحن نعرف تركيب الماء 100%. ما الذي يجعل التلج بلورات التلج النازلة من السماء تختلف في أشكالها؟ قال هذا كلام غير صحيح. فقال أتى لي بماء من زمزم. قال لم أستطع أن أبلوره حتى خففته 1000 مرة. يعني السنتي جعلته لترا. ضاف عليه ماء. ماء مقطر. ماء يعني. مقطر. قال يعني ذكرني ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول ماء زمزم لما شرب له. يقول ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. نعم. فهو فعلا مليء بالعناصر ومليء بالمركبات المفيدة لجسم الإنسان. قال ولكنه أعطاني بلورتين غريبتين. بلورتين متركبتين فوق بعضهما البعض. قال سألت زميلي المسلم لماذا بلورتين؟ قال له لأن زمزم كلمتين زمزم. سبحان الله. يقول هذا الموقف شجع زميلي المسلم أن يقول لماذا لا نسمع الماء شيء من القرآن الكريم؟ فأسمعنا الماء شيء من القرآن الكريم، يعطي شكل بلوري خاص لكل آية تقرأ عليه. قال كتبنا على كاسة الماء بعض الأسماء، أسماء الله الحسنى، كل اسم يعطيني شكل بلوري معين. والرجل يقول أفضل هذه الأشكال ما كتب عليه بسم الله. قل أنا لا أدري بسم الله يعني إيه. والله كاتب في كتابه، الكتاب اسمه Message from Water، رسالة من الماء. قل I don't know what بسم الله is، لا أدري ما بسم الله إيه، لكن أجمل شكل بلوري حصلت عليه الذي كتب عليه اسم الله، بسم الله. قال بدأت أسب الماء، يا ماء أنت لا تصلح للحياة، أنت ماء نجس، أنت سائل ضار، لا تبلور أو يعطي شكل قبيح. قال وضعنا كاسة الماء على صورة للكعبة، فأعطاني صورة لمكعب حوله رؤوس. فأثبت بعد 15 سنة في 5 مجلدات بعنوان رسالة من الماء، وأنا كتبت الترجمة المقدمة لترجمة الجزء الأول منها، يقول ثبت لي بتجارب لا تقبل الرفض أن الماء هذا السائل العجيب له ذاكرة وله وعي وله إدراك وله شعور وله انفعال وله قدرة على التعبير في الشكل البلوري. وأنا أكتب مقدمة تذكرت هذا النص القرآني الجميل الذي يقول فيه ربنا تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وتذكرت لماذا يوصينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بالتسمية قبل تناول الطعام والشراب وبالحمد بعد تناول الطعام والشراب، لأن أغلب جسم الإنسان ماء، وإذا كان الماء في الكأس يتأثر بالكلمة الطيبة، فلا بد في جسم الإنسان أن يتأثر بالكلمة الطيبة أيضا. وتذكرت لماذا يوصينا الرسول صلى الله عليه وسلم بالرقية الشرعية، قراءة شيء من القرآن الكريم في كفي الإنسان ثم المسح بها على الجسد، 65-70% من جسم الإنسان ماء، فإذا كان ماء يتأثر في الكأس بالكلمة الطيبة فلا بد أن يتأثر في جسم الإنسان بالكلمة.